استعد النصر للموسم الحالي بطريقة اختلفت عليه ردود الأفعال من الجماهير، حيث بدأ المدرب الجديد البرازيلي ريكاردو غوميز بمعسكر خارجي اختار فيه تركيا، أتبعها المشاركة في البطولة العربية والتي لم يكن الجمهور النصراوي راضيا عنها أبدا. ونشط النصر خطوطه بثلاث صفقات أجنبية، حيث تعاقد مع الظهير الأيسر المغربي سعد لكرو والمهاجم الليبيري جيبور والجناح البرازيلي ليناردو. الليث الشبابي اختار مدربه الوطني سامي الجابر النمسا كمقر لمعسكره الإعدادي لهذا الموسم، وأتبعه بالمشاركة في دورة تبوك الدولية. واستطاع الجابر تدعيم فريقه بعناصر محلية شابة، إضافة للرباعي الأجنبي الجديد المهاجمين إدريس مومبوبو والبرازيلي بيلوسو ولاعب الوسط الأرميني بيزيلي والحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى. فريق الرائد الذي استعان بالمدرب الجزائري توفيق روابح اتخذ تركيا كمعسكر إعدادي له للموسم الحالي، واعتمد الرائد على بعض العناصر المحلية التي استقطبها بنظام الإعارة أو الانتقال كحارس الأهلي أحمد الرحيلي ومهاجم الهلال عبد العزيز الجمعان، إضافة للمدافع البرازيلي سابيا والظهير الأيسر الفرنسي عبد الله قاسم.